العملية السياسية والانتخابات والأحزاب المسيطرة، هي الأحزاب وخاصة الأحزاب الدينية اللي هي حاليا مسيطرة على الوضع السياسي في العراق، لها ولاء تام إلى إيران. وهناك ميليشيات هي أقوى من الدولة، هناك ميليشيات هي أقوى حتى من القوات العسكرية والقوات الأمنية العراقية، هذه هي المسيطرة على الشارع. ما فعله الكاظمي وما فعله غيره من رؤساء الوزراء هو فقط لذر الرماد في العيون، هو فقط لتشكيل لجان إلى آخره. اليوم الشارع العراقي، وأحب بس يعني للتنويه، اليوم المتظاهرون في الشارع العراقي أو في الساحات التي يقتلون فيها ويختطفون فيها لا يبجلون بأمريكا وهم ضد إيران، هم يقولون إيران برا برا، ويقولون كلا كلا أمريكا. وبالتالي يعني لا يمكن أن نصف هؤلاء الشباب، هؤلاء الذين ضحوا، ليس فقط سبعين شخص ضحوا بحياتهم، هناك الآلاف ممن جرحوا. 1035 لحد البارحة 1035 شخص. شكرا جزيلا. فيعني كل هذه لا الكاظمي ولا غيره ممكن راح يعترف ويقول من هو القاتل. كل سياسي بالعراق اليوم هو مشارك بعملية القتل، لأنه الكل يدرك من هم الميليشيات، الكل يدرك كيف تظهر عمليات أو القوائم بالقتل والخطف وكل الساسة، ولا أستثني بهم أحد، لكن لا أحد منهم أن يجرؤ أن يذكر مقتدى الصدر، لا أحد منهم أن يجرؤ أن يذكر حزب الله فرع العراق، لا أحد يجرؤ أن يذكر النجباء وغيرها من الميليشيات. الكل يعرف من هو القاتل، لكنه جبان لأنه لا يستطيع القول ولا يستطيع الاعتراف. لو لم تكن قيادات الأحزاب المسيطرة اليوم على الحكم، لو لم تكن من مصلحتها تقوية الميليشيات، لكانت فعلا تمت تقوية القوات الأمنية العراقية. وأحب بس نقطة صغيرة جدا وبسرعة، اليوم القواعد الأمريكية الموجودة في العراق هي بموافقة البرلمان وهي بموافقة الحكومة العراقية وبطلب من الحكومة العراقية، وبالتالي أي استهداف من قبل أي شخص يملك سلاح ليس بيد الدولة هو استهداف. نعم. وعدم احترام وإهانة للحكومة العراقية نفسها. أستاذة داليا ابقى معي. إذن دكتور حسن، القوات الأجنبية والمتواجدة في العراق هي شرعية وفقا للموافقة العراقية، وإذا كان مبرر هيئة الحشد الشعبي والفصائل الموالية لإيران بأنها كانت تحارب ما يعرف بتنظيم الدولة فقد انتهى. لماذا لا يحصر السلاح بيد الدولة؟ لماذا لا تخضع هذه القوى للدولة وتكون ولائها للدولة العراقية وليس لإيران؟ يعني بداية التضليل الإعلامي والمعلومات هو سهل جدا على من يجلس خارج العراق، وبالتالي أولا البرلمان العراقي اتخذ قرارا بإخراج الأمريكي من العراق. أنا لا أعرف كيف الأمريكي متواجد هناك بشكل قانوني، وهناك قرار بالبرلمان العراقي بإخراج الأمريكي من العراق. ومن تلك هذا ومن وقت اتخاذ مثل هذا القرار هاجأ الثور الأمريكي وبدأ يقلب هذا، وبدأ ينقل عناصر داعش من الجانب السوري إلى الجانب العراقي، من التنف، من الرقة، من ما هو هذه عناصره. يعني أنا لا أدري ضيفك من ألمانيا، يعني عندما تعترف هيلاري كلينتون عندما تعترف هيلاري كلينتون ويعترف ترامب نفسه الإدارة السابقة بما أنهم من صنعوا داعش، أنا لا أدري كيف التحالف وأين جنود التحالف كانوا على الأرض العراقية؟ من طهر الأرض هم أبناء العراق والحشد الشعبي بدمائهم، ولا دم عنصر أجنبي واحد من كل هالتحالف يتحدثوا عليه سالت على أرض العراق إلا من استهدفهم القوات الحشدية هناك. إذن أنا لا أدري من أين يأتون في مثل هذه المعلومات، أو لربما يريدون أرضاء أيضا أسيادهم أينهم يجلسون. الواقع هناك من خرج داعش ومن حارب وقاتل وحرر الموصل وكل مناطق
المناطق العراقية حتى حدودها مع سوريا هو الحشد الشعبي، لا الجيش العراقي ولا التحالف الذي يتحدثون عنه. من احتل العراق ودمر، وهذا أنا لا أعرف كيف ابن العراق يغفر لمثل هذا الأمريكي الهمج الذي احتل العراق وقتل وشرد الشعب العراقي، وهو أيضا يعني من المناصرين أو جمعية سجناء ضحايا أمريكا وإيران. يعني إيران هل هل, هل, هل نعم. عندها سجون في العراق ولا الأمريكي نعم. اللي كان نعم. عنده سجون في العراق؟ إيران لا توجد لها ولا تواجدون أصلا على أرض العراق، ولكن كل هذه الادعاءات ما يقلقهم أنه كيف الوقت يدخلون به. وبعدين جملة أخيرة، هناك أيضا اعتراف ليس في زمن القاسم الذي قبله عادل عبد المهدي، كان هناك أنه الحشد الشعبي هو جزء من المنظومة الأمنية العراقية ومن الجيش نعم. العراقي، وهذا لم يلغى نعم. إذن له كل الشرعية على أرضه نعم. على أرضه الذي يحارب من أجلها نعم. أشكرك أستاذ علي في هذه النقطة نعم. فعلا هيئة الحشد الشعبي هي ضمن القوات المسلحة العراقية، إذن ليست منفصلة وليست خارجة عن سيادة الدولة أيضا. يعني هل من المعقول أنه منظومة تابعة للقوات المسلحة والكاظمي يعتبر يعني شكليا هو القائد العام للقوات المسلحة؟ الكاظمي يريد أن يرضي الأمريكي، هذا ما يريد الكاظمي. لا سمحت، لا تقاطعني. هو لما كان بأمريكا، أنت قاطعتني بالأول لما كان بأمريكا تعهد لترامب أنه يرضي الحشد الشعبي ليرضي الأمريكي. أرجوك دكتور، ليرضي الخليج. لا سمحت، وتجرد حمايته من السلاح، هذا حقيقة ما حدث البارحة. هذه منظومة لا تنتمي للعراق، هذه منظومة تنتمي إلى الحرس الثوري الإيراني وباعتراف قادته وهم يتفاخرون بذلك. هؤلاء لا ينتمون في العراق ولا يمثلون العراق، ليس لديهم أي ولاء للعراق. هؤلاء بايعوا، يقولوا يرفعون صور خامنئي ويقولون نحن جنود خامنئي، وما العيب بذلك؟ طالما حرروا أرض العراق من هؤلاء التنفيذي، ما العيب بذلك؟ أتريد أن يجلس الأمريكي أن يتباشر على أرض العراق؟ هذا ما تريد؟ أتريد الجيش العراقي الأمريكي أن يكون على أرض العراق؟ هذا ما تريد؟ دكتور حسن لو سمحت، هؤلاء لا ينتمون للعراق ولا يمثلون لا من قريب. هؤلاء كانوا سابقا خونة وهاربين إلى الجانب الإيراني، ثم الآن هم يتحدثون على أمريكا. هذه أمريكا هي التي أتت نعم. بهم على دباباتها وعلى تراب أحليتها. أعطني أي واحد منهم لم يأتي على نعم. الدبابات الأمريكية، يعني من نور المالكي وغيره. الوقت يدركنا لا سمح. أستاذ